السلام عليكم اخوان، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ هاني مرتاحين. معكم قناه الدكتور السيد زكريا، وكتعاودي متقدم جديد سواء كتعرفوا ولا معروفوش، كنسال اصعب. المهم الاخوان، كما كتشوفوا عندنا جهاز من نوع سامسونج 49M، يعني يشتغل عادي كما تلاحظون، يعني هنا شغال، ولكن هنا الصوره مظلمه سنلاحظ. ننتظر، ها هي الصوره مظلمه كما تظهر لكم، يعني هاو الكتب باينه، ولكن الضوء ما كاينش، يعني عنده مشكله في الباك لايت او له طونسيون. يعني غنحاولوا نفتحوها ان شاء الله ونشوفوا شنو المشكل اللي فيها. سنقوم بفتح التلفاز بطريقه يعني محكمه، نخسر الباب يعني شويه بشويه، يعني بعد فتح التلفاز سنقوم بحذف هذا الكابل اللي جاي من كارت المير كما كتلاحظون، للتأكد هل فعلا باك لايت او شيء اخر. نعم، باك لايت لم يشتغل كما تلاحظون، يعني لم يشتغل. الان سنقوم بفتح التلفاز من الداخل و يعني فك يعني الافيشور على التلفاز لفحص الليدات. يعني بعد يعني نزعنا الواجهه الاماميه يعني السيركل، هذا هو السيركل ديالها. الان سنقوم بنزع هذا المكاني، يعني بلاصه الكوفات شريت معاهم باش ما يبقاش لنا شي مشكل، باش نحملوا لافيشور بطريقه سهله هكذا. وغادي نرفعوا لافيشور، يعني كما كتشوفوا لافيشور يعني مابقاتش شاده حتى شي حاجه منها. نحاولوا دابا نزلوا لافيشور، نحيدوها ديك الساعه نشوفوا الباك لايت. بعد ما قمنا بنزع الافيشور كما تلاحظون وضعنا في مكان امن، الان نقوم بنزع يعني الورق، يعني هذا الورق يعني بطريقة سليمة هكذا، يعني نقوم بشيء من التريث هكذا هكذا، نقوم بحذفها هكذا هكذا هكذا، نقوم بحذف جميع الجوانب. والآن نقوم بنزع هذا الورق كما تلاحظون، وهما هذه الليدات يعني. وبعد وضعها لافيشور والورق في أمان، الآن نقوم بفحص الليدات، وبعد ذلك نقوم بحذف هذه، نقوم بالعمل صحيح. نسيني هذا الشيء هكذا أو هكذا وهكذا هكذا لتسهيل عملية رؤية المقشير. أي نقوم بحملها هكذا لتبقى العملية واضحة. والآن سنوصل الكهرباء، ونلاحظ أنهم غير شغالين، يعني رغم قمنا بالتيست لهم التيستور يعني لم يشتغلوا. سنقوم بتبديلهم جدد ونلاحظ الفرق إن شاء الله. وهذو هما الجدد الإخوان كما تلاحظون، نلاحظ القدم بهم يعني أثر الاحتراق، يعني أو يعني سبق لهم يعني سبق لهم التعديل. الآن سنقوم بتركيبهم جدد كما تلاحظون، وسنلاحظ إن شاء الله ونشوف النتيجة. هذو هما القدامى تلاحظون، يعني سنتركهم جانبا وسنقوم بتبديلهم بواحد الجدد كما تلاحظون. الآن نقوم بتركيبهم، بعد ترك القدامى وتركيب الجدد سنقوم بتجربة الآن ونلاحظ. والآن شغالين كما تلاحظون، شغالين بشكل جيد، هذا ما كنا نتمناه، يعني كلهم شغالين. والآن سنقوم بإعادة تركيب يعني لوازمها، يعني الآن باك لايت شغال،
هذا ما كنا نتمناه. يعني بعد تركيب يعني الورق الآن سنقوم بإعادة يعني هذا فيكساتو كما يقولون تثبيتات بشكل لتثبيت الورق لمنعه من السقوط. يعني استسمح يعني كنشتغل بيد ويد حاملة للهاتف. نتمنى أن تكون حاملة للكتاب لماذا يعني هكذا. يعني نضع كلهم يعني كلهم في مكانه هكذا. يعني بعد وضع الورق و يعني هذا المثبتات يعني السيرفي كما تلاحظوا، الآن سنقوم بوضع الأفيشور بطريقة سليمة مع حيطة والحذر. بعد وضعها بشكل جيد يعني الأحرف هكذا، يعني جميع الأحرف تكون متساوية هذا، ونقوم بتثبيت يعني المسطرة يعني تفادي تلف الكوفات يعني هكذا. يعني هكذا نقوم بتثبيت يعني مسطرة هكذا عند تثبيتها يعني بشكل جيد كما تلاحظون. الآن نقوم بوضع السيركل الأمامي. يعني بعد وضع السيركل الأمامي بشكل جيد كما تلاحظون بشكل جيد، يعني بعد استرجاع جميع يعني الفيشات يعني الناب يعني بعد وضع يعني كل شيء سنقوم الآن بتجربها ونلاحظ نتيجة إن شاء الله. يعني كما نلاحظون اشتغال باك لايت هذا يعني اشتغال باك لايت الآن كما تلاحظ يعني شغالين. الآن سننظر إلى الصورة و يعني نشوف النتيجة. الآن سنقوم بتجربها ونلاحظ، نتمنى الخير إن شاء الله. يعني هنا يعني شغال ستاند باي، الآن سنقوم بتشعيله والآن كما تلاحظون العملية ناجحة. يعني كما تلاحظون الاتش دي ميفان دار يعني بشكل واضح كما تلاحظون يعني شغال. هذا هو دي النتيجة اللي كنا نتمنى. سنقوم بإطار الصورة يعني البحث عن القنوات يعني نقوم الآن يعني كما تلاحظون الصورة جيدة ليس بها مشكل. ننتظر حتى اكتمال عملية البحث عن القنوات، ننتظر شيئا ما. يعني لقد يعني قامت بتحميل بعض القنوات. الآن شغال. أتمنى لكم منكم الاشتراك بالقناة ولا تبقى لنا بالتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.